خير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل بخير. احييكم من قناتي، قناة مملكة الفنون والتجميل. واليوم راح نعمل عفوا وصفة رائعة جدا جدا للبشرة. ممكن هذه الوصفة بتكون معادة، بس انا عملتها بطريقة ثانية عشان الخوات اللي ما بيعرفوها ممكن يتعرفوا عليها. هاي الوصفة تنفع البشرة الدهنية والبشرة الجافة حبايبي، بس البشرة الجافة دايما زيدي كمية الزيت اللي راح تحطيها، او ممكن قبل ما تحطيها تحطين اي زيت على بشرتك، مثل زيت يعني رطبي بشرتك قبل ما تحطيها، زيت الورد، زيت خلينا نقول زيت بذور الورد او زيت الورد، ممكن زيت اللوز الحلو، ممكن زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زبدة الشيا، يعني لك حرية الاختيار قبل ما تحطين الوصفة. حطيها على بشرتك ولا تغسلين بشرتك وحطي فوقيها الوصفة. الوصفة تبعتنا رائعة جدا جدا، بشد المسامات الواسعة، بشيل آثار الحبوب، بتبيض البشرة، بشد التجاعيد، بتعالج الهالات السوداء، بتعالج البشرة وتحميها من البثور حب الشباب، وتبييض البشرة وتخلص البشرة من الرؤوس السوداء ومن آثار الحبوب. كمان حبايبي رائعة جدا بإزالة التجاعيد من البشرة ومن الصدر والبطن، يعني طريقة كلش حلوة وراح نحكي عليها إن شاء الله تنفع جميع الخوات. قبل ما أبدي الفيديو يا ريت حبايبي، هذا الأسبوع راح يكون وصفاتي على قناتي، قناة مملكة الفنون اليدوية، كلها وصفات للشعر، كرياتين، شامبو، زيوت، حمام زيتي، كلها راح تكون ان شاء الله. وانا طلعت قبليها كم فيديو، ومبارح كان على قناتي هاي كمان فيديو، فان شاء الله هاليومين راح يكون كله للشعر. يعني كل من ما راح اتحمم احط على شعري راح اطلع لكم وصفة، لاني انا بهاي الفترة حابة اعتني بشعري. طيب حبايبي، الوصفة تبعتنا اليوم كلش سهلة وبسيطة وما فيها أي تعقيدات. راح ناخذ حبايبي الماء الورد، راح ناخذ مقدار ملعقة كبيرة أو ملعقتين، ما في أي مشكلة، أي نوع ماء ورد عندك. راح نحتاج حبايبي مع ملعقة صغيرة من الشبة، ملعقة صغيرة من الشبة. الشبة حبايبي رائعة جدا جدا للبشرة. ملعقة صغيرة من الشبة زي ما انتم شايفين، انا هون حطيت الشبة مع، انا الشبة حطيتها بهاي العلبة، الشبة مع الماء الورد، مع حبايبي قليل من الماء عشان هذا الماء مغلي. زين، يعني شلون نقول، خلينا نقول ملعقتين من الماء الورد وملعقتين من الماء العادي. راح نحتاج حبايبي للأرز، الرز حبايبي اللي نعمل فيه الحلو، هذا الرز الناعم اللي نعمل فيه الحلو، راح أخلطه بالخلاط وأورجيكم كيف وطريقة استعماله كيف وكيف راح نسويه. طريقة رهيبة جدا هاي الطريقة للبشرة. ضروري جدا يكون الرز بودرة، يعني مطحون. هو مو مشكلة إذا صارت حبيبات، بس الأفضل يكون بودرة، يعني مطحون كتير كويس. راح ناخذ ملعقة كبيرة من الأرز وراح نخلط الأرز مع الماء. راح أحتاج كمان، لأن الرز كلش قليل، راح أحاول شوية كمان أخلطه لأنك كمان في حبيبات. ضروري جدا يكون طلعوا هيك بودرة بودرة، مو يعني الأفضل، عشان هو ما راح تخرب الوصفة، بس عشان تحصلين على كريم يكون. طيب راح ناخذ وأشوف، يعني خلي على كمية المي اللي حطيناها والماء الورد وأخلطي أخلطي وشوفي كيف راح يكون معك. هون هذا الأرز زي ما أنتوا شايفين حبايبي مع الشبة والماء الورد. شو راح نسوي حبايبي؟ زي ما انتم شايفين راح ناخذه ونحطه بحمام مائي عشان نحاول شوية يجمد معانا. وزي ما انتم حبايبي شايفين، هذا الحمام المائي اللي دايما انسأل عليه، طنجرة صغيرة
وتحطين فيها الصحن، ولازم يكون الصحن يعني ما بينكسر من الحرارة ولا اشي، انا عايز حتى اقدر احطها على الغاز يعني ما بتنكسر عندي. زي ما انتم شايفين، وحاولي اخلطي فيه لحد ما شوية يجمد معاكي. طيب حاولي يجمد معاكي. انا ضفت له حبايبي، كنت ناسية احكي لكم، ضفت له ملعقة صغيرة او وسط يعني هذه الصغيرة ومسح من النشا حبايبي، ضفت له من النشا. طيب وظليت اخلط فيه بالحمام المائي عشان احاول يتجمع مع بعض هيك. بس تجمع عندك مع بعض هيك صار. انا مو مبدئي انه يثقل، لانها الشبة ما راح تخليه يثقل كثير كويس لانها حامضة كثير. شو راح نسوي حبايبي؟ انا غرضي انه يصير كريمي. طيب هاي الطريقة حبايبي الافضل انك تسويها عشان تستفادين من عندها يوم بيومها. ما راح تنعمل هي، ممكن يعني اليوم تسويها وبكرة كمان تخليها على بشرتك، يعني تحطيها بالثلاجة. بس ما راح تخليها 3 أو 4 أيام بالثلاجة، لا، يومين الأكثر. هاي الطريقة تستعمل للرقبة ولتحت العين إذا عندك هالة سوداء، طبعا اللي ما بتتحسس من المواد، للعدها هالات سوداء، للعدها تجاعيد، للعدها المسامات الواسعة، للعدها بقايا حبوب، كل اشي بشرتك. طيب من خلينا نقول النمش، اي شيء ببشرتك هذا هو. شو راح نضيف لحبايبي؟ راح نضيف لهون، طبعا هون راح نضيف لحبايبي اما صفار البيض او بياض البيض، وممكن تخلطين نص بنص، يعني قليل من البياض وقليل من الصفار. انا راح اخذ لان بيض السمان كثير صغير. طيب راح اخذ حبايبي البيضة كاملة، بيض السمان كثير صغير وانا راح اخذها كاملة البيضة، ما راح اسوي نص بنص لانها كثير صغيرة. قديش راح ناخذ من البياض حبايبي او الصفار؟ راح ناخذ ملعقة كبيرة من الصفار والبياض، ملعقة كبيرة من الصفار والبياض. رائع جدا جدا حبايبي هاي الطريقة. وراح اخلطها مع زي ما انتم شايفين مع النشا والارز، وكمان حبايبي النشا والرز والشبة، كل هذا راح اخلطه مع بعض عشان اقلل كمان قوة شو نقول حبايبي، القوة تبعت الشبة. هي الشبة ما بتضر ابدا حبايبي، ولا مثل ما تسمعون انها بتأذي وانها بتخرب، ما بتخرب الا بشرتها تتحسس من عندها. انا شخصيا احطها تحت اوضتي كل من ما تحمم، واخليها على بشرتي بين فترة وفترة، من اشوف بشرتي كثير تعبت اخليها بين فترة وفترة على البشرة. شو السبب؟ انا بحكي لكم لا تخلوها بالثلاجة كثير وقت، لانها هي حامضة بتقطع البيض، بتقطع يعني بتفصل البيض والنشا والهذي. حاولوا ثاني يوم اخلطوها كثير كويس واستعملوها. هذه الطريقة حبايبي ممكن تستعمل مرتين بالاسبوع، بس انا لو علي تقولوا لي بفضل مثلا نقول يوم السبت عملتيها تعمليها يوم الثلاثاء، يعني خليها بين يومين ويومين. زين ممكن هسه حبايبي نضيف لها اي زيت انت حابته. انا راح اضيف حبايبي زيت العنب، ملعقة صغيرة من زيت العنب، هذا زيت بذور العنب حبايبي احنا سويناه عندنا. طيب سويناه احنا بالقناة تبعتنا زيت بذور العنب، وراح اخلطه كله مع بعض. طبعا اللي بشرتها حتى البشرة الجاف الدهنية تحط شوية. ما عندك زيت تبعت العنب ممكن تضيفين حبايبي بديل العنب، تضيفين زيت اللوز الحلو وخلطيه كتير كويس، او ممكن تضيفين زيت الزيتون. وممكن اذا كانت بشرتك كثير جافة قلنا تحطيه قبل، تحطين زيت على بشرتك وبعدين تحطيه هو.
هاي الطريقة حبايبي، تنحط على الصدر، تنحط على الرقبة، تنحط على حتى الصدر بالشدة على البطن، رائعة جدا جدا. تاخذي هيك وتدلكيه على البشرة تبعتك. أول إشي حبايبي رح ندلك هيك تدليك كتير كويس عشان البشرة شو نقول تشرب كل المواد، وبنفس الوقت تدلك كتير كويس تحت العين. رح ناخذ هيك ونطبطبه تحت العين، لازم بشرتك ما تتحسس منه. قلنا حبايبي وأرجع وعيد، راح تاخذيه على الرقبة وعلى الإيد، وبعديها حطيه هيك وسيبيه على بشرتك حبايبي مو أقل من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة لحد ما ينشف تماما. بس ينشف هيك غسلي وجهك بالماء الفاتر وبعدين بالماء البارد. هذا هو حبايبي الفيديو تبعتنا، أتمنى أنه ينال رضاكم، وأتمنى منكم حبايبي أنكم تحطونا لايك وشير واشتراك، ودائما حبايبي تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامة.